وصفة جديدة. بس مين فينا ما بيحبش الشاورما؟ بصوا لو اتنططوا في اكلات كده العالم كله بيحبها. النهارده هنعمل شاورما دجاج او شاورما فراخ، بس هنعملها بطريقة سورية انا اكلتها عندي في مصر. انا مش فايتي فيها خالص والله، انا اكلتها كده من المطعم بالظبط وكانت رهيبة، ولما عملتها قبل كده كانت ممتازة. خلاص احنا هنعمل ايه؟ هنتبل بس الدجاج ده كله بشوية ملح وفلفل اسود وتوابل فراخ. ملح، فلفل اسود، توابل فراخ. المفروض ان احنا نسيبها كده مش اقل من 4 ساعات، عشان الفراخ بتحتاج يعني حاجه تزقها كده لان هي ملهاش شخصيه قوي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنسيبها 3 ساعات. هنسيبها 3 ساعات، بس احنا عاملينها لكم من الاول. وهناخد معايا معلقتين كبار زبادي، هنلف كده كل ده. انا هنا مستخدم اوراق خلاص، ومقطعها شرائح رفيعه، وهحط شويه عصير ليمون في الاخر. اقلب تاني. هنعمل ايه؟ هنجيب دي وهندخل دي. دي متبلة وجاهزة وبقالها حبة، ودي اللي هنشتغل بيها. يلا بينا. هولع النار عندي تبقى حامية. أنا عايز النار حامية ليه؟ لأن أنا عايزها تنزل تاخد لون بسرعة. عندي زيت زيتون هنا. هننزل واحدة واحدة عشان خاطر في الآخر عايزها تاخد لون كويس. سيبوها ما تتحركش بقى زي ما هي كده. اول ما تاخد لون حلو قلبه. تعالوا بقى وهي لسه بتستوي، تعالوا نعمل التتبيله بتاعت البسله. احنا هنعمل ليه بسله؟ هتشوفوا هنعمل بسله نعمل بيها ايه. هناخد البسله دي وهنعملها مع الرز، بس هيبقى طعمها حلو. نحط برضه زيت زيتون، ننزل بالبصل بتاعي. نقلبه كويس. البسله كده كده واخده نص التسويه بالفعل، احنا مش عايزينها تستوي معاها جامد. اعتقد كده ابتدت تاخد لون. هنقلب. بصوا اللون البني ابتدى يظهر. اول ما تاخد لون بني كده هو ده اللون اللي انا عايزه. زي ما قلت لكم اي حاجه مش واخده لون ملهاش طعم. بصل عندي تمام، بسلة. فراخ استوت. خلي بالكم الفراخ مش زي اللحمه، لازم تبقى مستويه مظبوط. يلا بس ايه نركب بقى الحاجات بتاعتنا واحده واحده دلوقتي. انا عندي هنا الرز، وعندي هنا بشاميل خفيف، وعندي توميه، وعندي البسله. انا هعمل ايه؟ هعمل البسله كده اهو، الرز، مفيش فته من غير ايه؟ مفيش فته فراخ يعني من غير توميه. انا عندي توميه اهي، وعندي بشاميل خفيف زي ما قلت لكم. انا قلت زيكم كده بشاميل يقلع على الاكل ده، بس
لما قعدت مع الشيف واتكلمت معاه شرح لي بقى الوصفه. قلب بقى قلب ودول خلصوا. قلب كده. يلا نبتدي نرص الطبق. ننزل بشوية عيش ناشف. وبعد كده عندي الرز. الفراخ عندي تمام. طيب. معايا بصل شرايح طماطم فلفل حامي او هالبينيو عندي زيتون وعندي خيار مخلل او اللي هو الكبيس بس ده لازم في الشاورما بصراحة فاحنا هنعمل كده اهو مع شوية دبس الرمان العظيم ده وشوية الزيتون نقلبهم حلو واخد شوية صنوبر دولت مع حتة السمنة هنحمره تحميره خفيفه خلي بالك عشان الصنوبر بيلسع في ثواني ونحط كل ده معانا هنا يلا على طول واخر حاجة شوية رمان عملنا فتة فراخ بالدبس الرمان والصنوبر والخضار وطبعا التومية والخيار جربوا الوصفة دي عظيمة وسهلة يلا سلام